المباراه بان يعطي الاذن لتنفيذ الكره الثابته. ما زال الحديث بين اللاعبين. حكم يضبط حائط الصد. جوفينكو ياخذ الاذن. جوفينكو جوفينكو أرسلها إلى مرمى نادي أبها. الهلال يتقدم بالهدف الثالث من الكرة الثابتة وبشكل رائع جدا من جوفينكو اللي حط الكرة في المرمى. الآن واضحا فريق في المقدمة بثلاثة أهداف مقابل